أصبح اسم المطربة الراب الأمريكية نيكي ميناج اليوم ثلاثاء من أكثر المواضيع رواجا على تويتر السعودية، وذلك بعد الإعلان عن حضورها إلى المملكة العربية السعودية. وستشارك مينياج التي تبلغ من العمر 36 عاما في مهرجان قناة ام تي في الأمريكية للموسيقى المقام في جدة يوم 18 يوليو الجاري بملعب الجوهرة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وجاء الإعلان عن مشاركة نيكي ميناج في المهرجان المقام في جدة على حساب رسمي لموسم جدة على موقع تويتر للتغريدات. وتفاوتت التعليقات على حضور نيكي ميناج إلى السعودية للمرة الأولى ما بين التأييد من جانب معجبيها في الشرق الأوسط والسخرية بسبب جرأة أغانيها المصورة وارتداؤها لملابس فاضحة سواء في حفلاتها الغنائية أو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحظى نيكي ميناج ب 103 ملايين معجب على حسابها الرسمي على موقع انستغرام، بينما تعتبر أناكوندا من أشهر أغنياتها والتي حققت 871 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع يوتيوب قبل 4 سنوات. وسبق لنيكي ميناج أن أحيت حفلات غنائية في إمارات دبي الخليجية في عام 2012-2016 في ديسمبر وديسمبر 2012، كما أنها قضت إجازة سرية بها في العام الماضي سنة 2018. المشاهد تي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.